السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم بأمر الله في مجموعة من التمارين على حل نظام من المعادلات الخطية. الفكرة العامة للتمارين إنه هيديني Augmented Matrix ويطلب مني إن أنا أحل السيستم بإيجاد Reduced Row Echelon Form، وبعدين نوجد قيم الـ X والـ Y والـ Z المطلوبة. في التمرين الأول هو مديني الـ Augmented Matrix اللي هي 1 2 سالب 4 2 وهكذا. لازم نبقى عارفين ان دي اسمها الـ Coefficient Matrix ودي كلها كده اسمها الـ Augmented Matrix. طيب اول فقرة بيطلب مني ان انا احلله الـ Linear System. علشان نحل الـ Linear System مقصود بيه ان احنا نوصل لـ Reduced Row Echelon Form. طيب قواعدها كانت ايه؟ ان الصف الصفري بيكون اخر صف. طيب هل هنا فيه صف صفري؟ لا، نتنقل للي بعده. ان كل صف الليدنج انتري اللي موجود فيه بيكون واحد، وبيكون تحت اصفار وفوق اصفار. طيب الليدنج انتري واحد في الصف ده، نتنقل للصف اللي بعده. الليدنج انتري قيمته كام؟ واحد. يبقى المفروض ان اللي فوق اصفار واللي تحته صفار. طيب اللي فوق 2 يبقى لازم نحولها لصفر. يبقى المفروض ان احنا عايزين نكون القيمة دي نخليها 0، يعني الاتنين هنجمع عليها كام علشان تكون 0؟ بالتأكيد هنجمع عليها معكوسة اللي هو -2. يبقى دلوقت هنضرب الصف التاني في -2 ونجمع الناتج على الصف الاول. يبقى هنا -2 الرو التاني زائد الرو الأول، ونخزن الناتج في الرو الأول. طيب الصف التاني ده أما نضربه في -2 هتديني دي 0، ودي هتديني -2، وبعدين -2 نضربها في -2 هتديني 4، -1 في -2 هتديني 2. نجمع كده 0 مع الواحد هيبقى زي ما هو اللي هو 1، -2 مع الاتنين هتديني 0، -4 او الاربعة مع -4 هتديني 0، الاتنين مع الاتنين هتديني 4. خلصنا من الفقرة دي. نيجي للي بعده. المفروض ان الواحد ده او اللي هو الليدنج انتري في الصف التاني يكون اللي فوق اصفار واللي تحت اصفار. خلاص نتنين للصف التالت. هنا الليدنج انتري كان واحد، اللي فوقه لازم يكون اصفار واللي تحته اصفار، يعني احنا عايزين نصفر القيمة اللي هي -2. طيب -2 نجمع عليها كام علشان نخليها 0؟ هنجمع عليها 2، يعني هنضرب الصف التالت في 2 ونجمع الناتج على الصف التاني. طيب نشوف كده، هنضرب الصف التالت ده في 2، يبقى 0 في 2 ب0، 0 في 2 ب0، 1 في 2 هيديني هنا 2، 2 في 2 هيديني 4. نجمع ده مع ده، 0 مع 0 هيديني هنا 0 زي ما هو، 1 و0 هيديني 0 زي ما هو، 2 و -2 هيديني 0، 4 ناقص 1 يديني 3. ده هو مين؟ ده الصف التاني الجديد. يبقى معنى كده انه 0 0 وهنا 1 2، وبعدين 0 1 0 3. طيب هل وصلنا كده للreduced row echelon form؟ نشوف. لو كان في صف صفري بيكون في الاسفل، مفيش. الليدنج انتري واحد وتحته كل اصفار، او فوق اصفار وتحت اصفار. تمام، ده فوق اصفار وتحت اصفار، ده فوق اصفار وهكذا. طيب اخر خاصية انه الليدنج انتري في كل صفة بيكون على يمين الصف اللي فوقه، يعني الليدنج انتري ده على يمين اللي فوقه، والليدنج انتري ده على يمين اللي فوقه. يبقى كده كل الشروط اتحققت. طيب اخر حاجة ان احنا نطلع قيم الاكس والواي والزد. طيب هنا المفروض انه بيكون في x، وهنا في y، وهنا في z.
لو شفنا كده نلاقي واحد من الاكس قيمته كام؟ 4، يعني الاكس بتساوي 4. وهنا واحد من الواي بيساوي 3، يبقى الواي بتلاتة. وهنا واحد من الزد قيمته 2، يبقى الزد بتساوي 2. يبقى السوليوشن ست بتاعتي او الحل بتاعي هيكون 4 و3 و2. الفقرة رقم 2 بيقول لي يا ترى الديترمينانت اللي هو المحدد الخاص بالكوفيشنت ماتريكس قيمته بتختلف عن الزيرو او لا تساوي الزيرو، واشرح لي الكلام بتاعك. طيب هو فين الكوفيشنت ماتريكس؟ الكوفيشنت ماتريكس مقصود بيها الجزئية دي بس، انما كل الكلام ده كله اللي هو الاوجيومنتد ماتريكس. يبقى اذا الكوفيشنت ماتريكس اللي هي 1 0 0 0 0 1، اللي هي لو حضراتكم فاكرين هي اليونيتي ماتريكس او الاي ماتريكس. طيب في خاصية من خواص المحددات بتقول لي انه المصفوفة القطرية، يعني اللي كل قيمها صفار ما عدا عناصر القطر الرئيسي ارقام، فان قيمة المحدد او الديترمينانت بتاعها بيساوي حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي. يعني نضرب الواحد في الواحد في الواحد، يبقى المحدد هنا هيطلع كام؟ 1. طيب هو المفروض ان المحدد كده بتاع الكوفيشنت ماتريكس طبعا لا يساوي الزيرو، بس هو مش عايزك تحسبها كده بالاسلوب ده، هو عايز خاصية معينة. في خاصية في الكتاب بتقول لي انه لما السيستم ده يكون لي حل فالكوفيشنت ماتريكس بتاعته لا تساوي زيرو. طب ما هو ده كلام مظبوط، السيستم اللي عندي احنا مطلعين له انه الويس سوليوشن اللي هو 4 و3 و2. طيب يعني معنى كده ان الكوفيشنت ماتريكس بتاعته لا تساوي الزيرو، وده كلام مظبوط ان الكوفيشنت ماتريكس الديتيرمنت الخاص بيها طلعناه بكام؟ 1. يبقى دلوقتي نقول نظرا لان السيستم بتاعي ليه سوليوشن، فان الديتيرمنت ماتريكس او الديتيرمنت للكوفيشنت ماتريكس قيمتها لا تساوي الزيرو او ديفرنت زان الزيرو. خلي بالكم من الخاصية دي لان انا بستخدمها في تمارين معينة. يبقى لو السيستم بتاعي ليه حل يبقى الكوفيشنت ماتريكس بتاعته لا تساوي الزيرو. يعني كمان لو الديترمينانت او المحدد بتاع الكوفيشنت ماتريكس بيساوي زيرو يبقى السيستم ده ملوش سوليوشن، وبالتالي هيكون inconsistent system. طيب الفقرة سي جاي بيقول لي ايه؟ هل اللينير سيستم ده consistent؟ طبعا اللينير سيستم ده consistent. ليه؟ لانه ليه حل. كلمة consistent معنى كده ان السيستم بيكون ليه على الاقل، يعني at least one solution، واحنا شايفين هنا ان ليه حل، يبقى نقول yes اللينير سيستم ده consistent. ليه؟ لان ليه حل وحيد على الاقل. التمرين اللي بعد كده بيقول لي اكتب لي الكورسبوندينج اوجيومنتد ماتريكس لو اللينير سيستم على الشكل دوت، وبعدين حل لي السيستم ووجد لي بارتيكولار سوليوشن للسيستم دوت. طيب اول حاجه نشوف كده، نلاحظ انه عندنا اكس وواي والزد، يعني كم متغير؟ 3 متغيرات او 3 مجاهيل. طيب كم معادله؟ معادلتين 2. كده يكون فيه مشكلة. لو كان عدد المعادلات اللي موجودة عندي أقل من عدد المجاهيل، فعلى طول نبقى عارفين إن السيستم اللي عندي ده هيديني infinitely many solution، هو consistent system، يعني هيكون ليه حل لكن نوعه infinitely many solution، وكمان هيكون فيه free variable. طيب تعالوا كده نشوف نكتب الاوجيومنتد ماتريكس ازاي. المفروض ان احنا ترتيبنا بيكون اكس وبعدين والزد، واللي مش موجود بنضع مكانه صفرة. فهنا مثلا اكس زائد 3 زد بتساوي 1،
طيب فين الواي؟ يبقى نقول الاكس اهيت، وبعدين الواي مش موجودة، وادي التلاتة زد، والنهاية قيمتها واحد. الصف او المعادلة اللي بعدها مفيش حاجة للزد، وبعدين الواي زائد اتنين زد بيساوي اربعة. نضع الكلام ده على شكل مصفوفة، يبقى هنقول هنا واحد وبعدين زيرو وتلاتة، وهنا واحد وهنا زيرو، واحد اتنين وهنا اربعة زي ما انتوا شايفين. يبقى واحد زيرو تلاتة واحد، وهنا زيرو واحد اتنين اربعة. دي كانت ايه؟ الاوجيومنتد ماتريكس. نعيد تاني انه عدد المعادلات اللي موجودة عندي زي ما انتوا شايفين، ادي المعادلة الاولى وادي التانية، وده اقل من عدد المجاهيل، فحيديني consistent system لكن مع عدد لا نهائي من الحلول. طيب الفقرة بي بيقول لي حل للسيستم. علشان نحل السيستم المفروض كنا بنوصل للreduced row echelon form او ابسط صورة ممكنة. طيب الليدنج انتري هنا واحد وتحته صفار، الليدنج انتري هنا واحد وفوق صفار، يبقى شكلنا كده في ابسط صورة ممكنة. يبقى نروح نطلع قيم الاكس والواي والزد. بصوا اللي هيحصل هنا، الاكس زائد التلاتة زد بتساوي واحد، ادي الاكس زائد التلاتة زد بتساوي واحد، واللي بعدها الواي زائد اتنين زد، ادي الواي زائد اتنين زد بتساوي كام؟ اربعة. لكن ده انا عايز قيم الاكس لوحدها، يبقى نيجي نقول هنا الاكس بتساوي واحد، التلاتة زد دي هنرميها في الطرف التاني بإشارة سالبة، يبقى واحد ناقص تلاتة زد. طيب الواي نفس الأسلوب، هنقول إنها أربعة ناقص اتنين زد، يبقى هنا أربعة ناقص اتنين زد. طيب وقيمة الزد هنكتبها زي ما هي كده. لما يكون السيستم اللي عندي infinitely mini solution، فالمفروض إن بيكون فيه free variable. الفري فاريبل ده بيكون هو المشترك ما بين المعاملات وبعضها. يعني شايفين هنا الزد متكررة في كل القيم في الاكس والواي والزد، فاحنا بنحل نقول ايه؟ هنقول هنفرض ان الزد بتساوي تي، والتي دي هي عبارة عن رقم ينتمي لمجموعة الاعداد الحقيقية. طيب اذا كانت الزد بتساوي تي، يبقى الواي بكام؟ هنقول بتساوي أربعة ناقص اتنين تي. طيب والإكس هتكون واحد ناقص التلاتة تي. يبقى السوليوشن بتاعك هيكون إنه الإكس هتكون واحد ناقص تلاتة تي زي ما هنا، والواي أربعة ناقص اتنين تي، والزد بتساوي تي. والحل ده بيسموه الجنرال سوليوشن. وجنرال ليه؟ لأنه حل عام، يعني معطى على شكل متغيرات. طيب هيجي في الفقرة سي يقول لي اديني البارتيكولر سوليوشن. بارتيكولر سوليوشن أو السبيسيفيك سوليوشن لما نعوض عن قيمة الفري فاريبل أو التي برقم. طيب هل ليه أرقام معينة؟ لا، أنت قايل إن التي أو الفري فاريبل ده ينتمي لآر، يعني ممكن تضع اي رقم انت عايزه، صفر واحد اتنين زي ما انت عايز، بس عموما بنخلينا في ارقام الصفر والواحد. فنيجي نقول لما تيب زيرو، لما تيب زيرو هنا يبقى المفروض ان قيمة الاكس واحد. ليه؟ لان هيكون واحد ناقص تلاتة تي، هنا زيرو يبقى هيكون هنا واحد. طيب بالنسبة للواي لما نعوض عن التيب زيرو دي هتختفي ويبقى لي اربعة، وهنا التي احنا قايلين بزيرو، يبقى اذا البارتيكولر سوليوشن او قيمة السوليوشن لما تكون التي بتساوي زيرو هيديني واحد اربعة زيرو.